ازيكم، انا ميمي، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هكلمكم في الفيديو ده عن مشتريات ايكيا، بس مش اللي اشتريتها النهارده، اشتريتها من سنه وبستخدمها بقالي 8 شهور. في حاجات كانت حلوه جدا جدا ومفيده وعمليه في المطبخ وفادتني او في البيت يعني، وفي حاجات تانية احبطتني جدا وكانت يعني دون مستوى التوقعات صراحه. للاسف كانت غاليه، معظمها كانت غاليه. فهوريكم ايه الحاجات الحلوه وايه الحاجات اللي تشتروها بجد وتدفعوا فيها فلوس، وايه الحاجات اللي بلاش تشتروها من ايكيا لانها غالبا هتبوظ منكم يعني. فلو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وسبسكرايب ويلا تابعوني في الفيديو. اول حاجه هي المشابك دي، انا بستخدمها في اني اقفل بيها الاكياس، هي استخدامها يعني انك تقفلي بيها الاكياس بدل ما تقعدي تربطي الكيس وتفتحيه وتقفليه كذا مره، مع الوقت يعني بتتعبي او بتزهقي او الكيس بيتقطع منك، فده اسهل بكتير جدا، يتفتح كده ويتقفل تاني. وفي كيس كمان بتبقى بلاستيك قوي شويه ما تعرفيش تربطيها زي اكياس السيريال والحاجات دي بدل. في كمان الفرشه دي، هي رفيعة جدا عاملة زي الفرش بتاعت البيبرونات اللي بتنضفي بيها البيبرونة، دي معمولة للأزايز الرفيعة، حتى ايا كانت ازازة رفيعة دي بتنضفها من جوه، بحيث الحاجات دي بتتضغط خالص، بيفضل عندك العمود ده بس، ده بيخش في اي ازازة. يعني مثلا دي ازازة ايكيا برضو، وبتدخليها كده خلاص دخلت وبتنضف لك الازازة من جوه. انا عجبتني بصراحة وما شفتهاش في حتة تانية، فهي حلوة. وكمان الازازة دي كانت من ايكيا وانا بحبها جدا، الوانها حلوة والغطا بتاعها القفل بتاعه كويس جدا، عشان شفت ازايز موجودة في محلات من قبل ما اشتريها القفل نفسه بايظ، فانا عجبني برضو القفل بتاعها حلو قوي وقوي ومش بيبوظ. في كمان المصفة دي اكبر مصفة انا شفتها وانا بشتري، هي عميقة وبتاخد مثلا 3 كيلو 2 كيلو مثلا من اي حاجه جايباها. لو عايزه مثلا تغسلي الخضار كله اللي انت شارياه مره واحده بدل قبل ما تحطيه في الثلاجه، عشان فتره الكورونا اللي احنا فيها دي انت بتخافي تعيني الخضار كده من غير ما تغسليه، فبتحطي كل الخضار هنا، بحط مثلا ممكن يوصل ل 3 كيلو في دي، وبسيبها تحت حنفيه الميه وبتتغسل وبتبقى زي الفل، بعدين بشيلها بقى اعينها في اكياس. كمان عندي منظم الادراج ده، انا بحبه جدا، هو صغير وبياخد حاجات كتير وبتحط في يعني ممكن تحطي 2 منه في درج واحد، حلو قوي ولونه كويس. انا بحب عامه الحاجات السادة ومش بحب حاجات الوان كتير في المطبخ، فبحب الحاجات الالوان اللي هي النيوترال، الحاجات الابيض الاسود والرمادي، بحب الالوان دي جدا، فعجبني وبحبه قوي. البلاستيك بتاعه قوي وفي نفس الوقت سعره حلو. في برضو انا عندي بحب مفرمة الثوم دي جدا، في ناس بتعصر فيها ليمون بس انا بستخدمها في الثوم، هي حلوة قوي قوي قوية، وفي ثانية بتكون ضغطة الثوم بتفرمه، وسهلة قوي في الاستخدام ومش محتاجة ضغط جامد يعني او كده، هي اصلا يعني حركتها سهلة جدا والمفصل بتاعها سهل خالص. كمان بقى من الحاجات اللي انا عجبتني قوي بالذات يعني في اول الجواز، انتوا بتبقوا فردين مش محتاجين تفرشوا مفرش على ترابيزة السفرة او كده عشان ما توسخوش الدنيا، انا جبت من دي 2 بتحط تحت الاطباق، وبتحطي الطبق وخلاص وكوباية مثلا عصير او كده، وخلاص بدل ما تقعدي تغسلي تمسحي الترابيزه كل يوم او تحطي مفرش وكده، دي في ثواني بتحطي عليها الاكل وممكن تشطفيها شطفه خفيفه كده وخلاص، وعمليه جدا وحلوه. كمان الاختراع الهايل ده، صينيه ايكيا اللي هي بتاعه السرير اللي بتتفرد كده وبتتحط على سرير، هي الرجول بتبقى متحركه كده وبتتثبت، وبتستخدميها برضو لو انت عايزه تعملي فطار مثلا لحد مريض او فطار مثلا ليكي في السرير، او لو عايزه تقعدي مثلا حاطه اللاب على رجلك وانت قاعده مثلا، فمش عايزه يبقى السخونيه بتاعه طالعه على رجلك، فتحطي الترابيزه دي او الصينيه دي وتحطي عليها اللاب، بتبقى حلوه جدا برضو وموجوده في ايكيا بس تقريبا. كمان جبت المجدة والسكريه دول،
بستخدمهم مع بعض دايما، بحطهم في صينية واحدة وبحب ألوانهم قوي. هم بيض يعني مش محتاجين حاجة، هم ألوانهم أبيض بس بيحس ان هم شكلهم راقي قوي كده، شكلهم يعني فخم جدا، فبحسهم حلوي مع بعض، تحطوا مع بعض. في كمان الكوباية دي وانا بحبها جدا جدا جدا، انا جبتها لان شكلها مختلف وشكلها حلو، وكمان حجمها كبير، بحيث ان انا مثلا لو انا بتفرج على فيلم او كده عايزة املى فيها بيبسي او اي عصير يقعد معايا طول الفيلم، مثلا ازود فيها تلج كتير، انا بحب جدا احط تلج كتير على العصير او البيبسي، فبحبها جدا بملاها مثلا حد هنا وكمل الباقي تلج، بتفضل معايا طول الفيلم مثلا او كده. في كمان المناديل بتاعت ايكيا بحبها جدا، بحب شكلها والوانها وخامتها جدا. المناديل دي شكلها عاجبني قوي، وكمان الحامل المناديل ده شكله ورود كده، هو معدن تقيل وشكله حلو قوي شيك، وليه كمان تحت 4 ستاند كده، 4 فل عشان ما يحكش مثلا في اي حاجه او كده، هو حلو قوي وانا بحبه جدا، بحب شكله جدا. في كمان المناديل دي هي اي اطفال بنات بيحبوها جدا، بيجوا عندي مثلا يبقوا عايزينها، بيقعدوا يقولوا لي المناديل اللي عليها ورود البينك، فعجباني جدا وشيك والوانها تحفه بصراحه. في كمان باظه الورد دي اللي بجيبها من ورايا، انا بحبها جدا، هي دي لوحدها والفرع الورود ده لوحده، هي كانت 29 جنيه والفرع كان 19 جنيه، يعني 60 جنيه و30 جنيه، عملوا لي 90 جنيه مثلا. احلى باظه ورد بتحط في اي حته، بتغير شكل المكان، انا جايبه منها كذا واحده وحطاهم في كذا حته في الشقه كده، بتغير شكل المكان خالص يعني، وبسعر رخيص جدا يعني صراحه، نرجعها مكانها بقى. من الحاجات كمان اللي انا بحبها قوي بس طبعا يعني مش عارف اصورها، ممكن احط لكم صورتها، هي جزامه ايكيا اللي انت هتشوفوا صورتها هنا، هي حلوه جدا، سمكها رفيع، لو هتحطيها في مساحه ضيقه طرقه او كده مش بتحسي بيها خالص، رفيعه جدا وبتاخد مساحه كبيره، يعني بتاخد عدد كبير حوالي 8 جزم، وكمان صغيره ممكن تحطي كذا واحده جنب بعض، انا عامله كده جايبه 3 وعندي مساحه على اليمين وعندي مساحه على الشمال، ممكن ازود 2 أو 3 زي ما انا عايزه على حسب استخدامي، يعني على حسب لو انا عايزه اكتر او كده. هي حلوه جدا وسعرها حلو، وكانت ب 800 جنيه، فالثلاثه مثلا على بعض كانوا عاملين يعني 2400 جنيه، فهي حلوه قوي. وكمان في كذا سبت غسيل في ايكيا حلوين جدا جدا واسعارهم تحفه، في اللي هو اللي انا هحط لكم برده صورته ده، ده كان 99 جنيه وحلو جدا، شكله عملي لونه ابيض كده وبينور في اي حته، مثلا شكله حلو ويعني وشكله فظيع بصراحه، انا بحبه جدا. وفي كمان ده اللي انا هوريكم صورته دلوقتي، برده ده رفيع جدا وساعته التخزينيه كبيره جدا، بياخد كتير وكمان هو رفيع، انا حطاه في حته مش باين اصلا في الحمام من كتر ما هو رفيع، لاني ما عنديش حمام ضيوف، هو ده حمامي اللي بستخدمه، فانا عندي حطاه جنب كده تقفيله الحوض مش باين خالص، وفي نفس الوقت ليه غطا وحلو جدا، هو مش عارفه كام سنتي، تقريبا 18 سنتي او حاجه كده في العرض، وسعته 11 لتر او كده، فبياخد كتير جدا. نيجي بقى للحاجات اللي خيبت املي جدا جدا، وما توقعتش ان يحصل لها كده، خصوصا انها كانت غاليه، يعني معظم الحاجات اللي انا جبتها غاليه تقريبا هي اللي عملت معايا كده يعني، فعشان كده بقول لكم خليكم في الحاجات الرخيصه، يعني ما تجيبوش حاجات غاليه قوي من ايكيا، عامه الاخشاب كلها ما تجازفوش فيها. انا جبت الجزامه دي كان سعرها قليل وقلت يلا مش مشكله، وهي كويسه جدا لحد دلوقتي معايا، بس في حاجات بقى ثانيه هوريها لكم دلوقتي، هي الخشبها مش حلو وبعيدوا عنه، حتى لو قالك ده خشب مقاوم للمية، ده خشب مش عارفة ايه، هي يا جماعة برضو الخشب ستيل خشب، يعني ما يتحطش جنب مية. انا عندي اول حاجة طبق السلطة ده هو يعني كان سليم جدا، بس مع الوقت حصل له زي ما انتم شايفين كده الخطوط البيضة دي، انا مش عارفة ليه، ومن بره برضو نفس الحاجات وكده، مش عارفة ده ايه بصراحة، زعلت جدا جدا. الطبق ده كان غالي وكان المفروض ان هو بامبو، فيعني المفروض البامبو اصلا بيستحمل الميه وكده،
وكان ب 400 جنيه. انا كنت عاجبني بصراحه، يعني كان نفسي اقدم سلطه مثلا في حاجه شكلها مختلف وشكلها حلو، بس للاسف ده اللي حصل، مش عارفه ليه يعني. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بس بلاش تجيبوا الطبق ده يا جماعه، والا لو عايزين تجيبوه حاولوا على قد ما تقدروا تحافظوا جدا ان انتوا ما تسيبوهوش كتير في ميه. يعني انا حتى دورت في الانستراكشنز بتاعت على الويب سايت انه مثلا يكون كاتب لي انه ما تسيبوهوش في ميه كتير او كده، ما لقيتش حاجه. فبعدين يعني بس هو فعلا بسبب الميه، ممكن يكون انا كنت بسيبه في الحوض كتير لامس الميه، سبته مثلا كتير، فممكن ده اللي حصل فيه. فانتوا حاولوا مثلا لو جبتوه وخلاص وعجبكم مش قادرين بقى، فهاتوه مثلا وخلصي استخدامه واغسليه على طول واسيبيه ينشف او نشفيه، بحيث ان هو ما يفضلش متعرض للميه كتير. في كمان الطقم اللي انا بحبه جدا هو الطقم ده، هو كان بالطبق كده يعني احجام مختلفه وانت بتاخدي اللي انت عايزاه. انا جبته كطقم عشاء، يعني عجبني شكله بصراحه عن الحاجات المتوفره في السوق كلها، ولسه بحبه جدا ولسه شكله حلو قوي. هو شايني كده وحلو، عامل زي الصيني اصلا، وكان سعره برضو غالي عشان احوش الطقم كله ده مثلا 18 قطعه بس 6 اطباق من كل حاجه، هو فيه باول كمان، فعشان احوش مثلا 6 اطباق من كل حاجه كان عامل حوالي 2800 جنيه مثلا. وبعدين برضو انا مش عارفه ايه اللي حصل له خالص، بس حصل فيه كده ايه دي بقى، انا مش عارفه، انا ما وقعتوش، ما خبطش حاجه في الحوض، مش عارفه، انا فجاه كده من غير اي مقدمات لقيته بالمنظر ده، ومكون من طبقتين. يعني انا مش فاهمه هو ده طبيعي ولا لا، انه يبقى فيه طبق تحت وطبق فوق. انا ما بفهمش قوي في الاطباق وانواعها، بس يعني استغربت ان هو عامل زي طبقتين كده، انه لو حاجه واحده ممكن ما كانش يتكسر كده، بس ضعفوا ان هما طبقتين فوق بعض. فطبقة صفرة كده عامل زي يعني الأسنان من جوه صفرة، دينتين ومبارة الإنامل كده بنفس المنظر، عشان أنا دكتورة سنان فشبهته بالسنان. فكمان استغربت قوي اللي حصل فيه، هو ممكن يكون بقى يعني من غير ما أنا أحس هو اتخبط في غسالة الأطباق أو حاجة، بس استيل برضو دي مش إنديكيشن كويس، لأنه لو حاجات كتير بحطها في غسالة الأطباق مثلا ممكن تتخبط، مفيش حاجة طلعت يوم مكسورة، فمعنى إن هو ده كسر معنى إن هو ضعيف قوي. في كمان الطقم ده مشهور برضو جدا في أيكيا، ده اللون اللي هو الباوتر بينك بتاعه، ده الطبق الصغير منه، وفي باول برضو وفي الطبق الكبير ده. برضو انا مش فاهمه ايه اللي حصل، مع الوقت لقيته عمل زي ما انتم شايفين كده، بقى فيه خطوط يعني جراي. انا مش فاهمه ايه الخطوط دي، يعني هي لا هي مثلا متخربشه او كده مثلا فانا حاسه ان هو خشن، لا مش متخربشه ولا حاجه مثلا بارزه، فانا مش فاهمه هي زي ما تكون حاجه منه فيه كده، انا مش فاهمه بقت عامله كده ازاي. برضو الطبق ده بقيت متضايقه جدا منه، بحاول ما يعني ما يطلعش في الاطباق مثلا لو انا بقدم فاكهه لحد او حاجه ما يطلعش كتير، وانا متضايقه يعني. وده طبق واحد بس اللي عمل كده، في طبق عمل كده بصراحه واختفى بعد كده، يعني هو منه فيه كده اختفى، فانا قلت خلاص يبقى هي مثلا كانت حاجه يعني خربشته، او مثلا يعني معلقه طلعت مثلا اي حاجه بقى جه في دماغي، مثلا المعلقه هي اللي طلعت اللون ده عليه، ومع الوقت نضف خلاص. بس كده بقى له شهرين، يعني شهرين بالمنظر ده ما اتغيرتش، يعني خلاص فقدت الامل في انه يرجع تاني للاصل. عامه يعني سمعت ناس كتير بتشتكي نفس الشكوى ومن الوان تانية، فالطقم ده كان عامل 900 جنيه. مش عارفه بقى لو حصل فيه كله كده خلاص ما بقاش لي استخدام، يعني اكيد لانه برضو المنظر ده مش لطيف، فبرضو حاولوا ما تشربوش. انصحكم بحاجات تانية في ايكيا، في اطباق مفرده كده بس خفيفه جدا، برضو اسعارها رخيصه، يعني مش فاهمه ليه الحاجه اللي هي اسعارها رخيصه في ايكيا بتستحمل اكتر، او يمكن عشان انت لما بتصعيش عليها لما بيحصل لها حاجه، فممكن بقى عشان كده. يعني في اطباق، في كمان الصبانه دي وعلبه الفرش دي، دول يعني طبيعي ان هم بيتحطوا على الحوض، يعني بيتحطوا بيلمسوا للميه يعني، فمش عارفه ايه اللي حصل فيهم ده. يعني دي مثلا بيطلع عليها حاجات كده سودا، ودي برضو نفس الفكره بقت لونها كده راح من تحت ومن هنا بقت عامله كده، ف
فبقعد انضفها وكده. فمش عارفه بقى يعني هما ايه الفكره في ان هو تعمل حاجه خشب مثلا بتبوظ من الميه، لو انت عارف انها هتبوظ من الميه ليه بتعملها اصلا كده؟ يعني طبيعي هتتحط جنب ميه هتعمل هتبوظ، فيا اما تعملها بقى مقاومه للميه اما خلاص بلاش تعملها اصلا خشب. يعني انا عجبتني بصراحه وثقت فيهم ان هم مش هيحصل لهم حاجه، يعني قلت ده ايكيا والحاجات حلوه وبتاع، بس للاسف عملوا كده. فزعلت عليهم جدا وهبدلهم في اقرب وقت. وهم عامه اسعارهم برده ما كانش يعتبر رخيص، دي كانت ب150 ودي كانت ب100. بس كده خلصت الفيديو بتاعي النهارده، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان انزل لكم حاجات جديده، عشان انا محتاجه ادعمكم. فبليز بليز اعملوا لايك وسبسكرايب على الفيديو ده لو عجبكم.